وحول المشروع القومي لزيادة حجم القدرة على تخزين القمح، أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مشروع زيادة صوامع تخزين القمح ساهم في توفير 5 ملايين ونصف مليون طن دون فقد. وأضاف الرئيس السيسي أن الدولة لديها مخزون القمح يكفي لأربعة أشهر. أنا هتكلم على أحد المشروعات البسيطة جدا يمكن ما حدش يتوقف قدامها، مثلا مشروع قومي لزيادة حجم قدرتنا على تخزين القمح في الصوامع اللي تصل إلى 5.5 مليون. يا دكتور مش كده؟ 5.5 مليون طن قمح كان اللي موجود عندنا أقل من تلت الرقم ده. طب ده كان بيعمل إيه؟ عشان بس الناس تبقى متصورة معانا. إحنا حطينا فلوس كتير في الموضوع ده صحيح، لكن إحنا لقينا إن إحنا تمن اللي بيفقد سنوياً حوالي 20% من تداولنا للقمح. فلو شئتم ان انتوا تقولوا ان احنا بنتداول ما يقرب من يعني هنقول احنا بنستهلك تقريبا 17 18 مليون طن قمح، هنقول ان الدوله بتتداول 15 مليون 10 مليون. ال 20% او ال 15-20% اللي بنتكلم عليهم ما يقرب من 2 مليون طن قمح. تمنهم كام؟ بيفقدوا ازاي؟ نتيجه ان احنا كنا سايبينهم أو بنسيبهم يعني في شون مكشوفة ومخازن مفتوحة، وبالتالي كانوا بيتعرضوا للقوارض والحشرات وحاجات أخرى، وأنا قلت الكلام ده قبل كده. لما عملناهم النهاردة احنا قاعدين موجودين وعندنا يعني مخزون القمح يكفي 4 شهور.